بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات اليقظة الإسلامية باسمها أن تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك، نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخوة الإيمان، هنيئا بهذه المجالس المباركة التي لو علم قدرها أهل الأموال والزعماء لزاحمونا عليها، وربما لحاولوا أن يكونوا في مقدمتها. فهنيئا لكم، فهذه مجالس الخير والفضيلة، ومجالس الرحمة، ومجالس تصحيح العقيدة، وتصحيح المسار إلى الله. إخوة الإيمان، نسأل الله بفضله ومنه وجوده أن يحفظ هذه الدعوة، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يهدي قلوب العباد، وأن يجمع الأمة على الخير، وأن يوحد صفها على كتابه الكريم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يطهر قلوبنا، وأن ينقي أعمالنا، وأن ينقي ويطهر ألسنتنا من كل شر. أيها الإخوة،
في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله بركتها وخيرها وخير ما فيها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، نعيش مع هذه الآية الكريمة العظيمة. قال ربنا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بعظمها، فهو يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هذه السماوات السبع، السبع الطباق، الطرائق، عرض الله عليها هذه الأمانة على عظمها وعلى سعة أرجائها، خفنا من حملها وأشفقنا من حملها لعظم الأمانة. ولهذا خافت السماوات وعرضها الله على الأراضين السبع، فأبت الأرض حمل هذه الأمانة وأشفقت من حملها وخافت من النتيجة، وعرضها رب العالمين على الجبال الشم الشامخة القوية الصلبة، فأبت الجبال وخافت الجبال من حمل هذه الأمانة لعظمها، وحملها هذا الإنسان الضعيف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال: هي الفرائض، فأشفقنا منها وحملها الإنسان، حملها هذا الإنسان ورضي بحملها. ولهذا يقول ابن زيد رحمه الله كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية: عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، خفنا من ذلك وقلنا لا طاقة لنا بذلك، وعرضها على الإنسان، على آدم عليه الصلاة والسلام، فقال: ما بين أذني وعاتقي. فقال الله: أما وقد قبلت ورضيت بحملها فإني سأعينك على ذلك، أجعل لعينك حجابا، فإذا أراد
إذا أرادت العينان ما حرمت أن تطبق الحجاب، وأجعل من لسانك حجابا وغلقا، فإذا أراد ما حرمت أن تطبق هذا الحجاب وأجعل لفرجك ثيابا ساترا، حتى إذا أراد حتى تستره مما حرمت عليه. وهكذا قال زيد بن أسلم كلاما يشبه هذا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات على السبع الطرائق الطباق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقيل لها تقبلين هذه الأمانة وما فيها؟ فقالت وما فيها؟ قال إن أحسنت أو أطعت جزيت، وإن عصيت عوقبت. فقالت لا، فعرضها على الأرض، على هذه الأرض القوية ذات الأوتاد وذات المهاد، عرضها الله عز وجل عليها. فقالت وما الأمانة؟ قال إذا أطعت جوزيتي وإذا عصيت عذبت. فقالت لا، ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ القوية الصلاب، فقال لها تقبلين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال إن أطعت جزيت وإن عصيت عذبت. قالت لا، وعرضها على الإنسان فقبلها هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخوة الإيمان، هذه الأمانة قال بعض العلماء هي الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، وقال بعضهم هي الفرائض، وقال بعضهم هي الأوامر والنواهي. وفي الحقيقة الأمانة هي الدين كله، فجميع الأوامر والنواهي وما في الدين هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخوة الإيمان، الصلاة أمانة، وتوحيد الله أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، وغسل الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، والأذان أمانة، وبر الوالدين أمانة، وكذلك جميع الحقوق الإلهية أمانة في أعناق العباد. فجميع العبادات والطاعات وجميع المحرمات تعتبر أمانة وضعها الله في أعناق العباد، يعملون بما أوجب الله وما أحب الله، ويتركون ما حرم الله وما كره الله. إخوة الإيمان، الذي يقوم بالأمانة ويعمل بها في الدنيا فلا يكون ظلوما جهولا
بل يكون صالحا تقيا نقيا ورعا يستحق دخول الجنة. وإذا فرط في الأمانة كان ظلوما جهولا يستحق أن يحمل هاتين الصفتين ويكون ظلوما لنفسه وظلوما لخلق الله وجهولا بهذه الأمانة وجهولا بعظمة الله وجهولا بعذاب الله رب العالمين. جميع العبادات أمانة وجميع المحرمات أمانة، ولهذا تنقسم الأمانة إلى قسمين: قسم يتعلق بحقوق رب العالمين، وقسم يتعلق بحقوق الخلق. والواجب على المسلم أن يقوم بالأمانة كلها كما يريد الله رب العالمين، وأن يعمل بما أوجب الله، وأن يترك ما حرم الله. هكذا يجب على كل مسلم. ولهذا الملاحظ في زماننا هذا أن الأمانة قد قلت وكادت أن تكون معدومة عند الكثير من المسلمين ما عند الكافرين. أما الكفار فقد خرجوا بالكلية من دين رب العالمين، بل هم خارجون عن دين الله بالكلية. وإنما نقول كاد المسلمون أن يقضوا على الأمانة وأن تنتهي الأمانة من صفوفهم وما بقي إلا البعض عند البعض. ماذا بقي في صفوف المسلمين من المحافظة على الصلوات؟ أنت حين ترى المسجد ترى عددا، لكن إذا خرجت إلى الأسواق وإذا قست من في المسجد بمن في الأسواق وبمن في النوادي وبمن في المعارض وبمن في الإدارات وبمن في الأماكن، ستجد أن الذين في المساجد يمثلون قلة قليلة وسط هذا العالم العريض. يستبين لك من ذلك أن الأمانة قد قلت جدا جدا. هذه الصلاة التي هي آخر عروة من عرى الإسلام تنقض، فما بالك ببقية الأمور. ولهذا إخوة الإيمان، أين الأمانة وأين الحفاظ على الأمانة؟ وابن مسعود يقول: الصلاة أمانة والزكاة أمانة، وعدد أشياء كثيرة حتى قال: والوزن أمانة وأعظمها الودائع. الصلاة أمانة، تستطيع وفي زماننا هذا على وجه الخصوص تستطيع أن تتركها دون أن تعاقب ودون أن تؤاخذ، مع أنه يجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحد على من ترك الصلاة بعد استتابته، وحد تارك الصلاة القتل. وعلى هذا جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين: ضياع للأمانة، ضاعت الأمانة إلا من رحم رب العالمين. بل أصبح الكثير من المصلين يصلون الصلاة في غير أوقاتها، وأصبح الكثير من المؤذنين يؤذنون الأذان في غير وقته خيانة للأمانة. جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهنا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يبين أن الإمام يحمل أمانة وأن المؤذن يحمل أمانة. الإمام ضامن، فصلاة العباد، صلاة العباد الذين يصلون خلفه يضمنها، يجب أن يؤديها كما شرع الله ورسوله. والمؤذن مؤتمن، أمين الوقت، المؤذن أمين أوقات المسلمين في الصلاة. نلاحظ أن الكثير من المسلمين وخاصة في الأيام الماضية في عز الصيف كانوا الكثير من المؤذنين كانوا يؤذنون الظهر في غير وقتها، ويؤذنون العصر في غير وقتها، ويؤذنون الفجر أيضا في غير وقتها. وأما المغرب فالبعض يؤذن في أول الوقت مطابقة للسنة، والبعض يؤخر. أما العشاء فالكثير ربما يؤذن في طول العام في غير وقتها وقبل غياب الشفق. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يذكر أنه راقب غياب الشفق 20 عاما فوجده يغيب على ساعة وثلث من المغرب. وابن عثيمين رحمه الله يذكر وقت صلاة العشاء ويقول: فيما بين العشاء والمغرب قال من ساعة وربع إلى ساعة ونصف. قل الأمناء. وإذا قيل للمؤذن وتريه، كثير من المؤذنين كانوا يؤذنون قبل الزوال وما زال الظل متجها جهة الغرب، ما زال الظل يتجه جهة الغرب وهم يؤذنون للظهر، والمسلمون في خمول وفي غفلة يهمه أن يؤدي هذه الصلاة كأنها أصبحت حملا على عاتقه، يريد أن ينزل هذا الحمل في أي وقت من الأوقات لا يبالي. أين الأمانة؟ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذنون أمناء المسلمين في أوقاتهم وفي سحورهم. أمناء المسلمين في أوقات الصلاة وفي سحورهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والحديث في صحيح الجامع. إذن الأذان أمانة، من حمل هذه الأمانة على وجهها الصحيح وحافظ على الأذان في أوقاته الشرعية لا يؤخره حتى تنتهك، حتى ينتهك حرمة الصيام، ولا يقدمه قبل وقته. فقد قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في المؤذنين الأمناء: ولا يستحق هذا الثواب إلا الأمين. قال كما في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما:
يبعث المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يسمع صوت المؤذن إنسا ولا جنا ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. الأمانة يا إخوة، أين نحن من الأمانة؟ فدين رب العالمين كله أمانة، والواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر الأمانة. ولهذا ننتقل بكم بطريقة سريعة ونتحدث عن الأمانة التي هي بين العبد وبين الخلق. الكلام على الأمانة التي هي الفرائض وما يتعلق بحقوق الله الخاصة قد يكون طويلا، لكن تعالوا بنا إلى الأمانة التي هي حقوق المخلوقين. أين نحن معها وأين نحن من الأمانة؟ جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال، أي على أصول قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يظل أثرها مثل الوقت. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فانتفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء وليس فيه شيء. وليأتين على الناس زمان يتبايعون فيه فلا يكادون أن يجدوا أمينا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فترى الرجل فتقول: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تعدم الأمانة في البيع والشراء، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ثم يقول: ولقد أتى علي زمان لا أبالي في من بايعت أو من ابتعت معه، إن كان مسلما رده علي إيمانه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي سائيه، أي القائم عليه والوالي عليه. وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا أو فلانا لقلة الأمناء. أيها الأخ الكريم، نظرة في هذا الحديث العجيب الذي يعتبر علما من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبين أن الناس يتبايعون فلا يكادون أن يجدوا رجلا أمينا. القي نظرة
أين الأمانة في التجارة؟ عمت الخيانة عموم التجارة إلا من رحم الله، ولهذا أصبحت الخيانة معممة على التجارة. فكم تتحدث، أصبح الغش صفة ملازمة في التجارة، لا تكاد أن تجد سلعة إلا مغشوشة، ولهذا حصل الغش حتى في الأمور الخطيرة. أصبحت الأدوية التي يتناولها المسلمون ويتناولها المرضى أصبحت مغشوشة، يذهب التجار إلى أي دولة ويحملون نوعا من أنواع الأدوية المركزة الجيدة، ويطلبون من بعض الشركات في بعض الدول الهندية أو من الهند أو غيرها، ويقول التاجر أريد منكم أن تصنعوني مثل هذا الدواء، ولكن تجعلون نسبة الدواء 5% أو 20%، ومن أجل أن يكون رخيصا، ثم يصبح هذا الدواء مضرا ولا تجد فيه نفعا فيتضرر المسلمون. فكم من رجل مريض يتداوى بهذه الأدوية فتؤثر عليه وتضاعف عليه أمراضا جديدة ما كانت موجودة فيه. قرئ مناء على الأمة، أين الأمانة في هذا التعامل الخطير؟ ولماذا أصبحت أجسام اليمنيين عرضة للتجارب وميدانا للسلع؟ من أين دخل علينا هذا البلاء؟ عند أن رفعت الأمانة من القلوب، قطعوا الغيار، قلدت، وهي أيضا طريقة خطيرة. فكم من رجل بسبب انقطاع المقلدة ترميه سيارته من رأس شاهق أو في وسط واد سحيق بسبب القطع المقلدة، وأصبح المشتري لا يستطيع أن يميز بين الأصل والمقلد، ورفعت الأمانة من الكثير من التجار يعطيك السلعة المقلدة ويقول هي أصلي، وربما يحلف فاجرا كاذبا. واسمعوا، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على الصحابة وهم يبتاعون ويشترون في البقيع، فقال يا معشر التجار، فرفعوا إليه رؤوسهم وأعناقهم واشرأبوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وأبر وصدق، يبعثون يوم القيامة فجارا، كان في الدنيا تاجرا وأصبح في الآخرة فاجرا، لأنه كان فاجرا في بيعه، وكان فاجرا في تجارته، وكان خائنا في معاملته، ولهذا يبعثه الله في زمرة الفجار يوم القيامة. وانظر إلى الأمناء، جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التاجر الأمين، التاجر الأمين الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء. إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
يكون التاجر الأمين الصادق مع الصديقين مع الشهداء مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذا كان هذا في زمن النبي فكيف في زماننا هذا؟ فإنني أعتبر أن الأمانة في زماننا هذا أفضل من زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه في زماننا هذا قد قل الأمماء، فلا يكون الرجل تاجرا أمينا في زماننا هذا إلا لقوة إيمانه. فما حج الأمة إلى الأمانة في أمر التجارة وغيرها؟ وكم وكم أصبح الغش حتى على المنتوجات المحلية، بل أصبح الغش في الخضروات والفواكه، فقد أصبح معظم المزارعين يرشون الخضروات والفواكه بالمبيدات، الأمر الذي جعل المسلمين يتضررون. كم انتشرت أمراض السرطانات، كم انتشرت سرطان الكبد، الريتين، المعدة، الدماغ، الدم، سرطانات متنوعة، ومعظمها بسبب المبيدات وبسبب هذه المواد السامة الخطيرة. غش إضافة إلى الغش في حالة البيع والشراء. أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ جاء رجل واشترى جملا من بيت وافلة ابن الأسقع رضي الله عنه، فخرج وافلة ابن الأسقع رضي الله عنه وسأل الرجل وقال له هل بين لك ما فيه؟ فقال له وماذا فيه؟ هو صحيح سمين. فقال أتريده لحما أم تريده للسفر؟ قال بل أريده للحج. قال إن في خفه لنقبا. فقال صاحب الجمل إنما أردت أن تفسد علي بيعي. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا يحل لمسلم يبيع لأخيه المسلم أو يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لرجل يشهد ذلك يعلم إلا يبين ما يعلم، أو بهذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث زبير بن مطعم رضي الله عنه أو من حديث حكيم بن حزام الشك مني أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما لم يبارك لهما في بيعهما. فاحذر أيها المسلم، احذر وكن أمينا واحذر من الخيانة، احذر من الخيانة. حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة حتى في من يخونك. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك حتى من يخونك لا يجوز لك أن تخونه. الأمانة يا إخوة، الأمانة أمان. جاء عند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اضمنوني ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا، قدم ضمانا واستلم ضمانا، والضامن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اضمنوني ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اصدقوا اذا حدثتم، وادوا اذا اؤتمنتم، واوفوا اذا عاهدتم.
وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. هذه الست إذا وجدت فيك أيها المسلم المصلي الصائم دخلت الجنة بإذن الله. ومنها وأدوا إذا أتمنتم، إذا كنت أمينا أيها الأخ الكريم أد الأمانة، لأن الله أمرك بأدائها إلى أهلها. يقول ربنا في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به الله ونعم هذا العمل الذي أمرتم به فهو عمل عظيم. أداء الأمانة عمل عظيم. أيها الإخوة، الأمانة في المسؤولية عظيمة خطيرة. جاء في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إضاعة الأمانة أن تسند أمور الأمة إلى غير القادرين على القيام بها وعلى غير الأمناء، خيانة عظيمة. ولهذا قال بعض العلماء: المسؤولية عظيمة، يجب على ولاة الأمور أن يولوا على المسلمين خيارهم، وأن يولوا على المسلمين الأمناء الصالحين. هذا واجب على الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء، يجب عليهم أن يولوا على المسلمين الأمناء إذا أرادوا صلاح الدنيا والآخرة. فإن الذي ليس بأمين هذا تتضرر منه الأمة. ولهذا انظروا بمنظور عام كيف يتلاعب الكثير من الموظفين بالمال العام. المدرسة التي تبنى تستحق مليونين، ينفق فيها أكثر من 10 مليون، والسبب في ذلك أن سلسلة طويلة عريضة من الموظفين كل واحد يريد أن يأخذ نصيبه من المقاول، وكذلك المقاول ليس عنده خوف من الله، ربما يمضي العمل على أسوأ حال. ولهذا أنتم تشاهدون هذا في الطرقات، الإزفلت الذي يعمله بعض المقاولين ما إن ينتهي من الطرف الآخر إلا وقد أصبح منقعا مفطرا مشققا. خيانة في المال العام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين سئل عن الساعة فقال للسائل: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كأننا في زمان ننتظر وقع الساعة بين اللحظة والأخرى. يا أمة محمد، الذي يخون الملايين من يأتي بها يوم القيامة له، من أين له هذا يوم القيامة؟ الذي يتلاعب بأموال الأمة كيف يصنع حين يطالب على شفير جهنم بالأمانة؟ الموقف خطير. ولهذا ليست الخيانة فقط
وعدم الأمانة في المال العام فقط، لا تكد تجد إدارة سليمة من الخيانة، بل أصبح الكثير من الموظفين يهمه أن يركب السيارة وأن يعمر العمارة وأن يخزن بالآلاف المعلقات وأن يأكل الأموال ولا يبالي قضيت حوائج المسلمين أو لم تقض. الظروف مليئة بالملفات، والقضية التي يستطيع الحاكم أو المدير أو المسؤول أو الموظف أن يقضيها أو أن يفصلها ساعة أو يوم ربما تجلس الشهور بل ربما السنين. طلاق، خيانة عامة، ضاعت الأمانة. أين الأمانة؟ عندما تطلب الأمانة، من الذي ستجد عنده الأمانة التي أراد الله منا؟ نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر، والحديث صححه الألباني رحمه الله كما عند أحمد وغيره، قال له أربع: إن كن فيك لا تبالي بعد ذلك ما ذهب منك ما ذهب عنك من الدنيا. صدق الحديث وأداء الأمانة. انظر الثاني، أداء الأمانة وحسن خلق وعفة في مطعم. أربع: صدق الحديث. أين الصدق؟ تدخل في بعض الإدارات تريد من مسؤولها أن يوقع، يقول الموظف ليس بموجود، وربما وجدته فيقول تعال بعد ساعة ثم بعد يوم ثم شهور، فإذا دفعت له المبلغ الذي يريده وقع وفي أسرع وقت. خيانة. وولاة الأمور الكبار وضعوا هؤلاء من أجل أن يقوموا بشؤون الأمة ومن أجل أن يقضوا حوائج الأمة. كيف هذا؟ مصائب، بلايا كثيرة. ولهذا نسمع أمين الكثير من المواطنين ولا تجد إدارة إلا ومن دخلها يخرج. بلايا كثيرة. ولهذا نسمع أمين الكثير من المواطنين ولا تجد إدارة إلا ومن دخلها يخرج مريضا يئن من الوجع المؤلم مما يواجه. وتضييع، لا يحفظون حقوق الدولة ولا حقوق الأفراد، يأكلون الكل. اجتياح لجميع الحقوق، فلا دولة تنتفع ولا مواطن ينتفع إلا من رحم الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثلاث من كن فيه، او قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. الخيانة علامة واضحة من علامات المنافقين. اذا ماذا نقول؟ هل اصبح معظم افراد الناس من المنافقين، ام اصبحوا يحملون صفات المنافقين، ام ماذا؟ لماذا هذا التلاعب؟ فلهذا تجد ان معظم الناس قد تواجدت فيه هذه الثلاث الصفات، بل ربما يحمل اكثر من هذه الثلاث. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
أول خصلة إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم تجر. انظر، إذا عاهد غدر، إذا أصبح الفجر عند الكثير من المسلمين. إذا تخاصم رجل مع رجل لا يصدق، لا يصدق إلا من رحم الله، بل يكذب ويدعي بما ليس له، ويدعي بأمور ليست ملكا له. مصائب كثيرة. فالرسول يقول إذا أتمن خان، إذا أتمن. أين الأمناء؟ الكثير من المسلمين إذا أتمن على إدارة يخون مباشرة، إذا أتمن في وظيفة يخون مباشرة، يخون الوظيفة التي هو فيها ويخون المواطنين الذين لهم صلة به خيانة مستمرة. قال لي أحد الأخوة، قيل لرجل في بعض الجهات اتق الله، لماذا تسرق أموال الناس بهذه الصورة، ولماذا تستغل وظيفتك بابتزاز أموال المواطنين؟ قال له: أما تعلم أنني اشتريت هذه الوظيفة بمبلغ كذا وكذا، ما اشتريتها بكذا وكذا، من أين لي أن أسدد المبلغ الذي اشتريت الوظيفة به؟ من أين أن أسدده إلا من هذا؟ ولهذا إذا نزلت درجات وظيفية لا ينالها إلا من كان له وساطة عالية، أو كان عنده مال يستطيع أن يدفع ما طلب منه. سبحان الله، كيف تعيش الأمة؟ لا أدري هل هم يذكرون الموت أم أنه قد أصبح الموت نسيا منسيا في أفكارهم وقلوبهم. هل هم يذكرون ظلمة القبر؟ هل هم يذكرون سؤال منكر ونكر؟ هل هم يذكرون الحياة البرزخية أم قد نسوا هذا؟ هل هم يذكرون وقوفهم بين يدي الله؟ هل هم يذكرون الوقوف بين يدي الجبار؟ ولهذا نقول لولاة أمورنا: اتقوا الله، واستعملوا الأمناء في الأماكن المناسبة الذين يحافظون على حقوقكم، ويحافظون على حقوق الدولة، وعلى حقوق المسؤولين، وعلى المال العام، وعلى حقوق المواطنين الذي يكون صلة بينه وبين رب العالمين. إذا غاب المحاسب البشري يذكر الحساب بين يدي الله. أين نحن من الجاهلين؟ أين نحن من؟ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة، فمر بعبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، لرجل مشرك، وابن مسعود كان يومها مشركا قبل أن يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: هل عندك شاة تحلب؟ قال له: نعم، ولكني رجل مؤتمن، أنا أمين، لا أستطيع أن أعطيك شاة تحلب، لا أستطيع، وهو مشرك، ولكني رجل مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل عندك شاه لم ينز عليها الفح؟ اي ما اطلق عليها الفح، ما زالت بكرا ما قد نزع عليه الفح. قال: نعم. فقدم له شاة بكرا، فمسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضرعها ودعا الله، ثم حلبها، فأنزل الله منها اللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى ارتوى، وشرب أبو بكر حتى ارتوى، وشرب ابن مسعود حتى ارتوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للضرع: أقلص. فقلص الضرع. فالشاهد
ابن مسعود وكان مشركا يقول ولكني مؤتمن. وأضرب لك مثلا آخر، خرج عبد الله بن عمر يوما من الأيام إلى خارج المدينة ومعه مجموعة من أصحابه، وقد حملوا معهم نطعا وحملوا طعاما، فجلسوا ووجدوا رجلا ووجدوا راعيا يرعى الغنم في تلك الصحاري والشعاب والجبال شديدة الحر، فقال ابن عمر: يا راعي تعال واطعم معنا، تعال كل معنا. قال له: إني صائم. قال: في هذا الحر وأنت راعي؟ قال: إني أعاجل أيامي، أنا أتدارك أيامي قبل أن تفوت. فقال ابن عمر للراعي: أتبيعنا شاة من غنمك؟ قال: ليست لي، هي لسيدي. فقال له: وما عسى سيدك أن يقول إذا بعتنا شاة وأعطيناك ثمنها وطبخناها وأفطرت معنا عليها وقلت لسيدك أكلها الذئب؟ فقال الراعي: فأين الله؟ ومشى، مضى لسبيله، فأين الله؟ فكان ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله؟ رجع ابن عمر إلى المدينة وسأل عن هذا الراعي، فقيل له: هو لفلان ابن فلان. وكان الراعي عبدا مملوكا، فذهب إلى سيده وقال له: أتبيعني الراعي؟ قال: نعم. قال: وتبيعني الغنم؟ قال: نعم. فاشترى منه الراعي واشترى منه الغنم، ثم قال للراعي: أنت حر لوجه الله وهذه الغنم لك، مكافأة ربانية. الأمانة يا إخوة، حفظ الأمانة ترفع العبد في الدنيا والآخرة. أين نحن من الأمانة؟ أين نحن من الحفظ على الأمانة؟ خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة مع مولاه أسلم، ومر بجانب بيت وإذا به يسمع حوارا بين امرأة وابنتها، تقول المرأة لابنتها: قومي يا بني وأشيب اللبن بالماء، أي أخلط اللبن بالماء. فقالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين عمر قد نهى المسلمين ومنع المسلمين أن يفعلوا ذلك. فقالت أمها: يا بني، أين عمر منك اليوم؟ قومي منك الآن، قومي وأشيب اللبن بالماء. فقالت البنت: يا أمه، إن لم يكن عمر حاضرا فرب عمر حاضر. رب عمر حاضر، إن غاب عمر لم يغب رب عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يا أسلم، انظر هذا البيت، تعالم هذا البيت. فتعالم البيت، ثم في اليوم الثاني سأل عمر عن البيت ومن فيه، وسأل عن هذه الشابة، فقيل له: ليست متزوجة. فجمع عمر أولاده وقال: أيكم يحب أن يتزوج؟ فقال فلان: أنا متزوج. وقال عاصم: زوجني يا أمير المؤمنين. فزوج يا عمر رضي الله عنه ولده عاصم بهذه البنت، فكان من نسلها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. بركة الأمانة، أين نحن من الأمانة يا إخوة؟ تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عند أن خرجت مهاجرة
إلى المدينة وكان أبوها مشركا وإخوانها مشركين، خرجت خائفة وهي لا تدري أين طريق المدينة، وهي خائفة وكانت تزور بعض أسرتها في الحل هناك في التنعيم، وكان أهلها يأذنون لها أن تخرج. فعند ذلك ارتقبت الفرصة فأوهمتهم أنها تريد عند بعض أهلها الذين في التنعيم، فتوجهت نحو المدينة مهاجرة. لكنها مجرد أن خرجت ما شعرت أين تذهب وإلى أين تتجه، وإذا برجل يقول لها: يا أمة الله، أين تريدين ومن أنت؟ قالت: وما شأنك بذلك؟ من أنت؟ فقال لها: أنا رجل من قضاعة. وقضاعة كان بينها وبين النبي صلى الله عليه من خزاعة، وكانت بينها وبين النبي حلف، أي كانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما سمعت أنه من هذه القبيلة أنست إليه، فقالت: أنا أريد المدينة ولا علم لي بالطريق. فأناخ لها بعيره وركبت وأخذ يقود البعير حتى يأتي وقت الليل، ثم يقربها إلى تحت شجرة فينيخ البعير ويتنحى عنها بعيدا حتى تنزل، ثم يأتي إلى البعير ويعقله ثم يجلس. ومر بها حتى وصل المدينة، تقول: والله ما نظر إلي ولا تكلم معي كلمة واحدة. حتى وصل المدينة فقال لها: هذه المدينة وهذا الذي تريدين. وكان الرجل لا يزال مشركا قبل أن لا يزال مشركا. انظروا إلى الأمانة. أين الأمانة يا أمة محمد عند الذين يتمتعون بالنظر إلى النساء المسلمات في الإدارات والجامعات؟ أين الذين يريدان يكونوا دائما متمتعين بأعراض المسلمين من هذا الرجل الجاهلي الذي ما عرف إسلام لكنه كان على الفترة؟ بل هذا عنترة الجاهلي يقول في قصيدته: وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أين الأمانة يا أمة محمد؟ ربما لا يسلم الجار من جاره، يحاول الجار أن يطلع على عرض جاره، ويحاول فلان أن ينتهك حرمة فلان، ويحاول أمراض القلوب أن يجمع بين الجنسين الرجال والنساء، وهذا من أعظم خيانة ومن أعظم تضييع الأمانة. خيانة لعرض الأمة، بنايا ورزايا. أين الأمانة؟ أين الأمانة يا أمة محمد؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا آدم اشفع لنا. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: ليس بذاكم، ألست بذاكم، اذهبوا إلى ابن إبراهيم فإنه كان خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لست بذاكم، اذهبوا إلى موسى فإنه كان كليم الله، أي كلمه رب العالمين من وراء حجاب. فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: لست بذاكم، اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول: لست بذاكم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترسل الأمانة والرحمة فتقومان جنبتي الصراط عن اليمين وعن شماله وعن يمين وشماله. الأمانة والرحم، كيف تصنع حين تخون الأمانة يوم أن تمر على الصراط؟
يوم أن تمر وقد خنت الأمانة فتأتي الأمانة وتتحول لك كلاليب فتخطفك وتلقيك في النار. كيف تصنع؟ هي أمانة يا أخي. ولهذا جاء عند الإمام البيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الأمانة وإن كان شهيدا إلا الأمانة. يؤتى بالشهيد يوم القيامة أو يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: أين الأمانة؟ يقال له: أد الأمانة، أد الأمانة. فيقول: كيف وقد ذهبت الدنيا؟ من أين لي أمانة وقد ذهبت الدنيا بما فيها؟ فيقال له: اذهبوا به إلى أمه الهاوية، اذهبوا به إلى النار إلى أمه الهاوية. قال: فيؤتى به إلى الهاوية فيلقى فيها حتى يصل إلى قعرها فتتمثل له الأمانة مثل ما كانت يوم أن سلمت إليه فيحملها على عاتقه ويصعد حتى ينظر يظن أنه خارج فتسقط الأمانة فيهوي في طلبها ويظل ذلك يفعل ذلك أبدا العابدين. كلما صعد إلى شفير جهنم تسقط من جديد فيهوي من جديد. هي أمانة يا أخي، أوضعها الله إليك. ثم يقول ابن مسعود: تخيل هذا المنظر يا أخي، لو كنت واحدا من هؤلاء يصعد من النار فإذا قارب وأراد أن يخرج سقطت من جديد فينزل يأتي بها وهو يحترق بالنار وبدخان جهنم ويبقى ذلك بطريقة مستمرة. ثم يقول ابن مسعود: فالصلاة أمانة والزكاة أمانة، حتى ذكر وأعظم ذلك قال الودائع، أعظم ذلك الودائع. يقول زادان راوي الحديث عن ابن مسعود فجاء إلى أحد الصحابة ولعله البراء بن عازب فقيل له: أو ما تسمع ما قاله أخوك عبد الله بن مسعود؟ قال كذا وقال كذا. فقال: صدق، أو ما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا من صفات المؤمنين الباردة ومن صفات أهل الجنة القيام بالأمانة وحفظ الأمانة. قال ربنا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كادت الأمانة أن تنتهي. أصيب رجل بجلطة، أسعف إلى العاصمة من بلده، فوصل إلى بعض المستشفيات فقرر الأطباء خروجه إلى الخارج. اتصلوا بأهله فقامت أخواته وبعض أسرته ببيع الذهب الذي تملكه، وجمعوا قرابة 300,000 أو 400,000 وصعدوا به وجاءوا به إلى العاصمة صنعاء. وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم بحادث، مات على إثر ذلك الحادث ابنة الرجل الكبرى، وكان يحبها حبا شديدا. وبعد نهاية هذا الحادث
قامت هذه الأسرة تبحث عن النقود فلم تجد من المبلغ ريالا واحدا. حلق الناس لإسعافه، وحلق الناس لمساعدتهم على المصيبة وعلى الألم النازل، فشلفوهم المبلغ وأخذوا عنهم المبلغ، والرجل ينتظر في حالة خطيرة للإسعاف. كانت هذه الأسرة تنتظر من أفراد المسلمين الذي حضروا المواساة والمعونة، فكانت المعونة ممن حضر أن ساهموا بأخذ المبلغ. أين الأمانة يا إخوة؟ من تأمن إذا أصبح كل فرد إلا من رحم الله من المسلمين بهذا الصورة؟ حادث آخر في هذا الأسبوع، خرج رجل بسيارته، وسيارته تقل أولاده وهو الذي يقوده، وكان ذاهبا إلى حدود السعودية ليستقبل خطيبة ولده، وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم بانقلاب السيارة، وعنده مبلغ من النقود وجوازه وجواز أولاده، فمات ولداه، مات الولد الأكبر الذي كان ينتظر أن يزوجه والذي يليه، وحصلت إصابات خطيرة في أربع من بناته، فأصبحت الأسرة وأصبح أولاده متنافرين على جنبتي الخط. خرج الولدان من السيارة فماتا على الفور، وحصلت إصابات خطيرة في البنات، وأصبح الرجل حائرا كيف يصنع ومن يسعف معه ومن ينقل هؤلاء الذين هم في حالة خطيرة. فحلق بعض المسلمين على إثر هذا الحادث، وقام البعض بمساعدته، ولكن تجلى الأمر وأخذ يفتش على المبلغ الذي كان معه فلم يجد منه ريالا واحدا، بل وأخذ جوازه وجواز أولاده، وأصبح يقول أنا قد عفوت عن المال أعطوني الجواز، ولم يجد الجواز. أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ ولماذا حصل فينا هذا البلاء؟ ولماذا حصل فينا هذا المرض الخطير؟ أصبح الحي يأكل الميت. أخبرني أحد الأخوة أنه جرى على بعضهم حادث، ومن شدة الحادث تناثرت دماء الركاب على السيارة وما فيها، حتى أصبحت حزم القاتل مغمورة بدماء المصابين في السيارة. فأقبل من أقبل وحضر من حضر، وإذا ببعضهم يرفع القاتل من سوائل من سيول الدماء، والقاتل تقطر أوراقها من دماء هؤلاء ويذهب به ويغسله ويخزن به. كيف هذا يا إخوة؟ في أي مجتمع نحن نعيش؟ كيف نعيش بهذه الصورة الرهيبة؟ إذا لم يكن المسلم أمينا فمن الأمين؟ من الأمين؟ أخبرني أحد الأخوة في الليلة الماضية أن رجلا وكان شديد الطباع كان يجمع ويدور بين الناس يقول للناس أريد أن أبني مسجدا، فجمع مبلغا كبيرا فبنى لنفسه ديوانا عريضا طويلا وزينه وجمله
وأصبح ديوانا مشهورا، والناس يعلمون أنه يجمع بي باسم المسجد، ولكن لقساوة طباع الرجل ولضعف إيمان الناس ما نصحوه، فجمع المبلغ وبنى له ذلك. لكن جاءت العقوبة الربانية، أراد أن يعرس لبعض أولاده لولدين من أولاده، وفي ليلة الزفاف أخذ بعض الحاضرين الآلي وهو يعالجه، فانطلقت بعض الرصاص إلى العروسين فقتلت العروسين ليلة الزفاف وانتهى العرس. وبعد أيام قليلة بعض بناته يلعبن بالكبريت والشمع، فاحترق الفراش فماتت طفلة من أطفاله، واحترقت بعض بناته وتشوهن وأصبح بناته مشوهات، واحترق الديوان الذي بناه من تلك المبالغ حتى تغير منظر الديوان وأصبح منظره منظرا مزعجا. أين الأمانة؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أين الأمانة يا أمة محمد؟ خافت السماوات وخافت الأرضين وخافت الجبال الشن من حمل الأمانة ومن عظم هولها، وحملها هذا الإنسان وخان إلا من رحم الله. ولهذا طوبوا يا أمة محمد، توبوا يا أمة محمد، ارجعوا إلى الله، إن من الخيانة ومن خيانة الأمانة إدخال الدسوس إلى البيوت، إنها من أعظم الخيانات، من أعظم الخيانات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من والله الله رعية بات ليلة سوداء وهو غاش لرعيته لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وفي رواية: من والله الله الله رعية ثم لم يفتهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فكم نتحدث عن الأمانة، فالأمانة تشمل كل شيء في حياتنا. فيا أمة محمد، من أراد منكم النجاة ومن أراد منكم السلام ومن أراد منكم الراحة فعليه بحفظ الأمانة، حفظ الأمانة التي بينه وبين ربه، وحفظ الأمانة التي بينه وبين خلق ربه. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح أحوالنا وأن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد المؤمنين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من الناس ينقصون في الأذكار المفروضة في الصلاة، فما حكمه؟ هذه الأذكار إن كانت واجبة يجب عليهم أداؤها، ولا يجوز أن ينقصوها عمدا، وإذا نسوها سجدوا للسهو. وإن كانت من الأذكار المستحبة فلا يؤثر هذا، لا يؤثر هذا. لكن إذا كانت من الأذكار الواجبة فواجب عليهم أن يؤدوها. و قراءة الفاتحة تعتبر ركنا على الراجح من كلام العلم، ركن من أركان الصلاة، لا بد من أدائها، ومن تركها نسيانا يلزمه أن يعود إليها أو أن يعيد ركعه. بحيث أنه الذي يلقيه الرشوة من أجل المشير ويترك الذي لا يلقيه، فما أولا
يجب أن نتعاون على البر والتقوى، ولا يجوز أن نتعاون على الإثم والعدوان. فإذا استطعت يا أخي أن تمشي معاملتك بدون رشوة هذا هو الواجب. أما إذا كنت لا تستطيع بأي وجه من الوجوه إلا بضعف شيء من المبالغ، وأنت تريد أن تخرج معاملتك أو أنك تريد أن تدفع بهذا المبلغ عن مالك وعن حقك، فهذا لا يعد رشوة في حقك، وإنما يعد رشوة في حق من أخذ منك هذا المبلغ، فهو لازم. أما أنت لا تأثم، بل تؤجر يوم القيامة، لأن الله يأخذ من حسناته بقدر هذا المبلغ ويعطيك إياها، لأن الله يجري القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. والرشوة التي تسمى رشوة في حق الدافع هي إذا كان يريد إحقاق باطل أو إبطال حق. إذا كان يريد إحقاق باطل أو إبطال حق فهذه رشوة في حق الراشي وفي حق المرتشي. أما إذا كنت كما سمعت تريد أن تدفع عن مالك، مثلا شخص ضبط عليه في الطريق وهو على سيارته، بعضهم يكتب عليك مخالفة، ولست بمخالف، بل ربما بعضهم هو الذي يجب هذه المخالفة، ربما يقول لك امشي، فإذا مشيت كتبك مخالفا وهو يريد منك يعني وأنت على سيارتك يريد أن يستخرج منك مبلغا. فلو أنك أعطيته مبلغا ذهيبا خوفا من أن تدفع في الإدارة لأنك ما ستجد من ينصفك مبلغا أكبر، فلا مانع أنت لا تأثم بل تؤجر وهو آثم، وسيأخذ الله حقك منه يوم القيامة. وكذلك مثلا لو جاءوا من أجل أخذ شيء من دكانك، إما حد ضرائب أو حد كذا، معروف الضرائب محرمة ولا يجوز ولا تجوز وهي من الظلم، فلو أنك كما يفعل الكثير من الناس تدفع مبلغ للموظفين بدلا من أن تدفع مثلا 50,000، أنت ممكن تدفع 4-5,000 للموظف ويجعلها من 50 إلى 10,000. هذا حاصل، بل إني أستغرب من المسؤولين كيف يضعون في بعض في استلام الواجبات، يضعون رجالا ما يخافون الله ولا عندهم معرفة بحكم الزكاة في الشريعة، ما عندهم معرفة بحكم الزكاة في الشريعة. بعض المواطنين عنده التزامات كثيرة، عنده في قريته عدد كبير من الفقراء، فهو يخرج مثلا مبلغا كبيرا لأن هؤلاء الفقراء يستحيون أن يذهبوا إلى الشؤون الاجتماعية، لا يحبون أن يظهروا بهذا المظهر، بل ولا يحبون أن يظهروا بمظهر الفقراء، ومع هذا يحب أن يواسيهم لأنه يعلم أنهم فقراء. فإذا جاء إلى من يقبل الزكاة يفرض عليه مبالغ ومبالغ كبيرة، وربما أن هذا الموظف قد أخذ قبض الزكاة مزاولة من الدولة، مثلا تقول له العشر، مثلا لك العشر أو لك نصف العشر أو كذا، فهو يحاول أن يفرض زيادة. فبعض المواطنين يتواطى معه بمبلغ من أجل أن يصرف بعض المبلغ للفقراء والمساكين. في مثل هذه الأمور ينبغي على الدولة أن يعني تراعيها وأن تراعيها. فهذا الموظف الذي مثلا يستلم الضرائب أو يستلم الواجبات بمضاولة يعني له العشر أو له كذا يحاول يزيد، لكن قد يأتي بعض المواطنين مثلا إذا كان سيدفع هذا 50,000 وله العشر فله 5,000 مثلا، سيقول له خلاص أنت ستأخذ من 50,000، أنا سأدفع لك 7,000 أو 8,000 ونزل حد الدولة جعلها 7,000 أو 8,000، فلا تستفيد الدولة ولا يستفيد المواطن. فأقول بارك الله فيكم، يجب أن نضع الأمناء في مثل هذه الأماكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. فالواجب أن يؤتمن الأمين وأن يخون الخائن، مش ناخذ الأمين ونحيه بعيدا ونجعل الخائن في مثل هذه الأماكن. يقول السائل: ومنه شيخي مريد به الله
أحبك الله الذي أحببتني لدهنه. نصيحتي للإخوة الذين أدخلوا الدشوش بيوتهم أن يتقوا الله وأن يذكروا موقفهم أمام الله حين يسألهم رب العالمين عن أسرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والمال في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت سيسألك ربك يا من أدخلت لأولادك وأسرتك الدش، سيسألك بين هناك في ساحة الحساب، فما هي إجابتك؟ ما هي الإجابة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من والله الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. فهذه تعتبر خيانة أسرية. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أوجب الله عليك أن تجنب نفسك وأن تجنب أسرتك من جهنم، فكيف تستطيع أن تجنبهم وأنت تأتيهم بمثل هذا الدشوش التي أفسدت الأخلاق وأفسدت المعاملات وأفسدت، بل هذه الدشوش تعتبر ضررا دينيا ودنيويا، فرب طالب يصبح فاشلا بسببها. قال لي احد الشباب: كنت اتي من الاوائل في المدرسه، فلما ادخل ابي الدش واذا بي اصبح من اضعف الطلاب لانني بقيت منشغلا بهذا. فاقول بارك الله فيكم، ادخال هذه الدشوش وهذه الاذيه تعتبر ضررا على المسلمين دنيا ودين، عياذا بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في اولادكم، ان الله سيسأل كل راع عما استرعاه يوم القيامة. يقول السائل: عندما تنقلب السيارة هل من عند ذلك مراعا وقررا ان يعتبرون سابقا بالغانا؟ كل شيء بقدر الله رب العالمين، انقلاب السيارة بقدر الله، والقتل والقتال بقدر الله، وجميع ما يحدث من بني آدم بقدر الله. إلا أن القدر ينقسم إلى قسمين: منه قدر أراده الله كونا وشرعا، ومنه قدر أراده الله كونا ولم يرده شرعا ولم يرده شرعا. فعلى هذا بارك الله فيكم، انقلاب السيارة أو سقوط الرجل من جبل أو احتراق البيت أو أي شيء يحصل من هذا، فكله بقدر الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فكله بقدر الله. والله يقول: وإن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء جعله الله وأوجده الله وحصل في هذا الكون كل شيء قد مضى فيه قدر الله. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل من خان الأمانة إذا أراد أن يتوب مثل النظر المحرم ويتوب؟ ماذا أراد، يعني ماذا يفعل من خان الأمانة وأراد أن يتوب مثل النظر المحرم؟ النظر يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله مما حصل وأن تعزم أن لا تعود إلى هذا، هذا الذي يجب عليك أن تفعل، وحاول أن تكثر من الأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حاول أن تصلح من حالك وأن تعود وأن تتوب، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: يا شيخ حمدك الله، ما
هذه القصص موجودة بعضها في البداية والنهاية وبعضها في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وأكثرها في هذه السير، أكثرها في كتب السير مثل سير أعلام النبلاء. أنت إذا قرأت في سيرة السلف تجد العجب العجاب، وكذلك أيضا قصة أم كلثوم بنت عتبة ابن أبي ومعير وجد هذا في ترجمتها، وقد جاء أصل ترجمتها في الصحيح لعله في صحيح مسلم. يقول الشيخ هذا الجود الذي يقول السائل يا شيخ هذا الجود الذي طلب زوجته طلقة الثالثة أن يتكلم معها ولم تكن معها في جنبها كلها إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة أصبحت محرمة عليه، لا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها، بل يجب عليها أن تغادر بيته على الفور، فقد أصبحت بائنة منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، لا نكاح التحلل، لا نكاح التحلل، فتصبح محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. فإذا مات زوجها هذا الآخر أو طلقها لا جاز له أن يتزوج بها، وإلا فقد أصبحت محرمة عليه. يقول السائل يا شيخ لبين ما هو عند شخص قد استفدوه منه إذا كان هذا المال الذي تملكه نصابا وقد حال عليه الحول، أو كان عندك مال آخر إذا ضمنته إليه أصبح نصابا وحال عليه الحول، فإن كان هذا الرجل منصورا وتستطيع أن تقبضه منه في أي وقت فوجب عليك أن تخرج زكاته، وإذا كان هذا الرجل معسرا وأنت لست متيقنا من قبض هذا المال فتنتظر حتى تقبض هذا المال وتزكي عليه زكاة سنة واحدة على الراجح من كلام أهل العلم. وأنت جزاك الله خيرا. عرف بعضهم بيع العينة هو أن تشتري، يعني بعضهم مثلا يأتي إليك يستقرض منك مبلغا من المال فتقول له أنا ما عندي ولكن عندي هذه السلع اشتر منها ما شئت، فاشتري منك سيارة أو تجارة أو أي شيء من هذه الأنواع، ثم بعد ذلك تشتريها منه في الآن نفسه بثمن أقل، بثمن أقل. فالألباني رحمه الله عرف العينة بهذه الصورة. الأفضل أن تشتري هذه الكمية التي ستأخذها شراء وأن تبيع حقك بثمن، هذا الأفضل. وأهل العلم مختلفون في هذه القضية، فبعضهم يقول كل المطاعم تدخل فيها الربا وخاصة هذه المطاعم الناشفة، بل بعضهم أدخل فيها حتى اللحوم، وبعضهم يقول الربا لا يكون إلا في الستة المذكورة الذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والملح. فأقول بارك الله فيك الأفضل أن تبيع حقك هذا الرز بثمنه وأن تشتري هذا الرز الجيد بثمنه، هذا هو الأفضل. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم شرع المهين على من يحلف على آخر ويقول في حلف ميت أهل الله؟ بعضهم يقول محذور بحذر الله، محذور بحذر الله، يعني إن كان هذا
الشيء يعني إذا كان يقصد أن الله قد حجر على المسلم أن يمتلك مال أخيه أو دم أخيه أو عرض أخيه، فهذه نصوص القرآن.